كيفكم؟ فيديو اليوم راح يكون ASMR عن المتابعين. مرة متشوقة اني اقرأ رسائلكم. باي ذا واي، شكرا كثير لكل اللي ارسلوا لي رسائل وصور حلوة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. اذا كنتوا جديدين على القناة لا تنسوا السبسكرايب. طبعاً أنا قلت لكم ترسلوا لي على إنستغرام، فراح أفتح الإنستغرام. أوكي، راح أبدأ بانتصار. سلام لينا، أنا انتصار، أتمنى لك التوفيق في حياتك. أرسلت لي صورة القط، هذا هو قطي الظريف، اسمه ميكي، كثير يحب النوم. في رسامين يتابعوني، راح تشوفوا. طيب، ورسالة من سدرة. أهلا لينا، أنا سدرة، حوريك صور الأسد الصغير حقنا. هذا الأسد الصغير حقهم، so cute، مرة حلو الصور. شكرا يا سدرة. I love you too. متابعة ثانية، هلو، أنا متابعتك على اليوتيوب. هاي البسة تبعي، ممكن تشاركيها، اسمها لونا. وهذه لونا. شكرا يا ليلى على الرسالة والصورة الحلوة. كمان جات رسالة من عبد الله، اسمي عبد الله، أحب الكتب والميوزك، لدي الكثير من الهوايات. أعمل الآن على تأليف كتاب في فلسفة الجمال، وعندي مكتبة فيها 6000 كتاب. واو، ما شاء الله، هذه المكتبة حقت عبد الله، شوفوا ما شاء الله، مليانة كتب. شيء جدا حلو. كمان رسالة من لينا، اسمي إسراء، عمري 17 سنة، أدرس ثانية ثانوي من الجزائر. أحب مواضيع كرة القدم والرياضة، أحب أركب الخيول، ومن هواياتي الرسم والغناء. أتابع ASMR إنه يعطيني راحة نفسية والتحفيز، خاصة قناتك هي من أفضل القنوات، وأتابع كل فيديوهاتك يعجبوني. عندي حيوان أليف راح أشارك صورته، أتمنى يعجبك. باي. شكرا يا إسراء، شكرا كثير على الرسالة الحلوة. أوه، كمان أرسلت لي رسماتها، نايس نايس. أوكي، هنا كمان رسالة من علي. سلام لينا، أنا علي من المغرب، متابعك من فترة تقريبا 4 شهور. أحب محتواكي، ما شاء الله عليك. عندي هواية أحبها كثير، هي ركوب الدراجات النارية. شكرا يا علي، thank you. أوكي، خلينا نشوف كمان. أنا على اليوتيوب أرسلتولي، اسمي كوكا، أريد أن أخذ البكالوريا العام هذا. إن شاء الله يا كوكا، إن شاء الله راح تأخذ البكالوريا. أوكي،
80 رسالة من آدم. اسمي آدم وعمري 23 سنة وحابب أسمع اسمي بصوتك الحلو. أوكي يا آدم، أنا أدرس طب بشري سنة 5. ما شاء الله، بالتوفيق يا آدم. طيب المصمم بالإنستغرام. أوكي، شكرا يا برهوم على رسالتك. اسمي محسن، مهندس بألمانيا. ما شاء الله، نايس محسن. أنا بحب أعمالك، قناتي اسمها تاو تاو، هذه اسم مرحلة أخيرة ثانوي. ما شاء الله، خلاص المرحلة الأخيرة تتخرجي. أحب الرسم والقراءة والجورنال وفيديوهاتك، تساعدني أني أنام لما كان عندي أرق. شكرا، شيء يفرحني كثير أن فيديوهاتي ساعدتك يا رسم. نجوى، أبحث عن أصدقاء مثقفين ولطيفين. حسابي على الإنستغرام نجوى فري. أوكي، سمعتوها، نجوى فري تبحث عن أصدقاء. وقناتي مليانة متابعين مثقفين ولطيفين. أوكي، اسمي آراء من الكويت، جامعية، عندي إن شاء الله أحلام حابة أحققها في الكلية، فما راح أطلع إلا وأنا منجزة كل شيء. ما شاء الله يا آرام، كلك طموح، هذا شيء جدا جميل. أتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله راح تطلعي من الجامعة وإنتي منجزة كل شيء نفسك فيه. كليتي كلية الآداب، تخصص تاريخ. نايس، جدا حلو، شكرا يا آرام. اسمي عليم، أحب الاستكشاف والطبيعة وقراءة الروايات والقصص القديمة عن العصور الماضية. واو، interesting. شكرا يا عليم. أوكي، اسمي ياسمين من مصر، بحبك أوي أوي وبحب فيديوهاتك لأنها لطيفة جدا جدا. شكرا يا ياسمين، انتي لطيفة وانا بحبك قوي. اسمك جدا حلو ياسمين. ام جنان، احب الاهتمام باطفالي وبيتي واحبك يا لينا. الله، شيء جدا جدا حلو. ويا حظ جنان فيكي، لانه كذا شكلك انك ام تهتم باطفالها وبيتها، شيء جدا جميل. أوكي، رسالة من أبرار. أبرار المنصور من العراق، أتمنى الشفاء لابني. سلامة ابنك يا أبرار، سلامته. شكرا على الرسالة يا أبرار. يا ليت تقرين تعليقي، أحبك. اسمي روان، أتفرج على مقاطعك الجميلة زيك. شكرا يا روان، شكرا يا روان. أوكي، هنا نور. هاي لينا، أنا متابعتك نور، عمري 14 من المغرب. بقول لك إنه قناتك مرة تجنن وبحبك. شكرا يا نور، وأنا أحبك كمان. وهوايتي الرسم. هاي لينا، بيعرف عن نفسي، أنا غيداء من الشرقية، عمري 20 سنة، أحب الرسم والقراءة والتصوير. كتابي المفضل 100 عام من العزلة، رح أصير
ممرضة بإذن الله. ما شاء الله، إن شاء الله كل التوفيق لك يا غيداء، إن شاء الله تصيري أفضل ممرضة. أحب الأطفال كثير، شيء جدا جميل. شكرا يا غيداء. اسمي طرفة، أحبك مرة. هذا أولا. أنا أحبك كثير يا طرفة. شكرا. عندي شركة ملابس جاهزة صغيرة، وأتمنى أني أوصلها للعالمية. واو، شيء جدا جدا جميل يا طرفة. أتمنى لك كل التوفيق والنجاح. إن شاء الله الشركة تكبر وتكبر وتوصلي للعالمية. اسمي شهد وعمري 15. هواياتي الرسم والعزف على البيانو، وحلمي إن شاء الله أكون دكتورة جراحة. وأحب قناتك، استمري. شكرا يا شهد، كل التوفيق إن شاء الله تصيري دكتورة جراحة ناجحة. أوكي. اسمي فهد، عمري 21، طالب جامعي، وهوايتي هندسة أصوات وصناعة ألحان جاز، وعندي 4 قطط وكلب. وأخيرا حاب أشكرك على مجهودك وتقدير متابعينك، استمري. حلو ان عندك هواية هندسة اصوات والجاز، نايس. اسمي نوف، واحب السباحة والرسم وقراءة التارت والتنجيم، ومرة احبك. شكرا يا نوف، وانا كمان احبك. اوكي. اسمي نور طارق، بحب الاديتنج جدا، ونفسي أبقى جرافيك ديزاينر، نايس نور. بس بنفس الوقت بحب الأحياء. ولسه بدرس في آخر سنة لي في الثانوية العامة، أدعو لي أدخل طب. خربطيني يا نور. editing، جرافيك ديزاينر، تحب الأحياء بس تبي طب. أوكي. إن شاء الله يا نور تخرجي من الثانوية وتدخلي الطب. اسمي وائل، طالب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، مرة حلو. أحب قيادة السيارات كثيرا ومشاهدة فيديوهاتك. شكرا يا وائل. حلمي أني أصبح سائق شاحنات. إن شاء الله يا وائل كل أحلامك تتحقق. اسمي مجهول، أعيش بين الحقول. في كل وقت أجول، دائما أكل فول. ولا أحب أن أكون عجول. يا مجهول، إيش هالكلام؟ محمد موسى، قناتك جميلة. شكرا يا محمد. اسمي يحيى، بس اوكي يحيى. شكرا يا يحيى. اسمي تركي من السعودية، احب الخيل، ولقبي عاشق الخيل، وهي احسن هواياتي. طبعا مخلص كلية العلوم قسم احياء. جدا جميل يا تركي، اتمنى لك كل التوفيق. اسمي حيدر، من العراق، طالب قانون. حاليا أنا بناء، أبني البيوت والعمارات. تركت الكلية بسبب الظروف، بس الحمد لله أتوفقت بشيء ثاني. شيء جدا جميل يا حيدر، ما شاء الله عليك. أهم شيء نحن نستمر وما نستسلم، وشوف كيف أتوفقت بشيء ثاني. أوكي. اسمي قمر، هدفي حاليا اني اتخرج. ان شاء الله راح تتخرجي يا قمر. هواياتي كثيرة، احب اقرأ كتب وروايات، واحب القطط. عندي قطة اسمها كاتي، بحبها كثير وبحبك اكثر. شكرا يا قمر. حلو اسم قطتك كاتي، مرة اسم مناسب. اوكي.
25 متزوجة وعندي ولد ما شاء الله يضع. مرة أحب فيديوهات اللي سمار، أحب القراءة والقهوة مرة، وأحب الهدوء. يا سلام عليك، أحس أن الأجواء معك دائما كذا ريلاكس. غيداء محمد من الشرقية، هواية القراءة وركوب الخيل. شكرا لأنك بتسمعي اقتراحاتنا. غيداء، طبعا مين عندي غيركم انتو حبايبي. هاي، اسمي نور من الكويت، طالبة بالجامعة. أحب فيديوهات تشلي سمار، حيل هادية وريلاكس. زرت الكويت من قبل؟ لا، بس يوم من الأيام راح أزور الكويت وأقابلك. إيش رأيك؟ تقابليني. حسناء، هاي لينا، أنا اسمي حسناء، عمري 18 سنة، أتابعك من المغرب. أنت حلوة كثير، أحبك وأتمنى لك حياة سعيدة. الله يا حلوك يا حسناء، من جد انك حسنة. شكرا كثير، وانا كمان اتمنى لك احلى حياة. شكرا. اسمي حسن من السعودية، هواياتي صيد السمك والرسم، واحب اي سمار الهادئ، واعشق شيء اسمه مجسمات وقطع فنية. معلومة عني، انا ارسم من صف الاول ابتدائي، والان انا في الثانوية. شيء جدا استمر على مواهبك، إن شاء الله تصير رسام كبير كبير. اسمي مودة من العراق، هوايتي تنظيف البيت وتصفح التلفون والأكل واتفرج على مقاطع السوار، وأحب أكون دائما نظيفة ومرتبة. الله عليك يا الله، من النوع متقلبة المزاج، ما أهتم لشيء. يا مودة، حتى أنا نفس الشيء، أحب التنظيف وأحب أكون مرتبة. أوكي. اسمي لمار من السعودية، أهلا يا لمار. لمار، هذه لمار اللي شجعتني أبدأ أسوي سمار فيديوز، فقولوا شكرا للمار. أحب القراءة وركوب الخيل، وصار لي أتابعك من 2020. أحب فيديوهاتك مرة، تساعدني أنام، شي مرة يفرحني يا لمار. أهم شيء إن فيديوهاتي تساعدكم على النوم. اسمي محمد، شاعر، وأحب أقرأ كتب الشعر. عندي بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الإدارية، صار لي أتابعك أكثر من 8 سنوات. أعطيك جائزة، حتكون جائزة أفضل متابع يترك لي تعليقات على فيديوهاتي. تركي، اسمي تركي، طالب آخر سنة ثانوي، طموحي أكون محامي. ما شاء الله يا تركي، شيء جدا جميل، إن شاء الله تكون محامي ممتاز. ضيف من العراق، خريجة قسم اللغة الإنجليزية، وهوايتي أسمع أغاني ومشاهدة الأفلام والتصوير. Very nice. طيب، تيك توك، اسمي يونس من المغرب، عمري 14، أحب الطبخ، أي شيء له علاقة بالطهي. يوم يوم يوم. أحب جميع الحيوانات، وعندي قطة، هذه قطة إبراهيم. هاي لينا، I follow you from Egypt. استمري. Thank you أحمد. سلام لينا، أنا أمجاد، عمري 24 سنة، وعندي بيبي اسمه مهيب، عمره سنة. ما شاء الله، so cute. ما شاء الله، الله يحفظه لك. ماجستير إدارة موارد بشرية، والعمل لسه مدعو لي أتوظف في السنة الجديدة. إن شاء الله تتوظفي يا أمجاد، إن شاء الله راح تلاقي أحلى وظيفة.
الوظيفة اللي تناسبك. هاي لينا، ازيك؟ اسمي محمد، 22 سنة، من مصر. بطلب منك تقولي اسمي في الفيديو الجاي، وتقولي اني بحب زميلتي اسراء عاصم، وانا بحب فيديوهاتك كثير. اوكي. طيب، محمد يحب زميلته اسراء عاصم. الله عليك يا رومانسي، رومانسي انت يا محمد. هاي، اسمي آسيا، من السعودية، وعمري 16، وحلمي أصير محامية. أتكلم 7 لغات: عربي، فرنسي، كوري، صيني، ياباني، تركي، فارسي. ما شاء الله، موهوبة كثير. أحب ركوب الخيل، وأعشق شيء اسمه ASMR. وبس، أحبك لينا. وانا احبك كمان يا آسيا. شكرا كثير لمشاركتك. هاي، I am Archer, lecturer and programmer specializing in teaching most programming languages, well versed in numerous programming languages including C, C++. بنت سوريا، ديما من سوريا، حاليا أدرس تركي، وكثير بحب ألعب كرة الطائرة، وكمان أحب أطبخ. شيء جدا جميل يا ديما، شكرا على رسالتك. اسمي آية، من الجزائر، طالبة ثانوي، أحب الرسم والتصوير. وأحبك لينا، شكرا. وأنا أحبك كمان يا سجا، شكرا على تعليقك. اسمي دحوم، وأحب أكل كثير، أي شيء أشوفه قدامي أمسحه وأصطب. شكرا يا دحوم. منال الشهري، اسمي منال، عمري 18، من هواياتي أحب الغناء والموسيقى. من صفاتي الشخصية أمتلك الهدوء، أحب الأشخاص الهادين واللطيفين مثلك. شكرا يا منال، كثير أحب أتابع مقاطعك، وأحب صوتك لما تغني، أحب سواليفك والنصائح اللي تقدميها بقناتك. شكرا يا منال. لازم أغني لك، إيش أغني لك، إيش أغني لك؟ Hold me close and hold me fast, this magic spell you cast, this is love beyond host. He mati re mu da mu da mu ti tu la ju. La 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 la. دايما
وابدا ومن كل قلبي احبك في الله. شكرا شكرا شكرا. اوكي اظن اني قرات كل التعليقات والرسائل، اذا في احد ما قريت رسالته ارسلوا لي مره ثانيه او ذكروني، وان شاء الله اسوي فيديو جزء ثاني واقرا فيه الرسائل. اوكي شكرا شكرا لكل اللي ارسلوا، مره استمتعت وانا اقرا رسائل وإني أتعرف عليكم وأتعرف على هواياتكم ورسماتكم وصور قطتكم. مرة حبيتها. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وسبسكرايب وزر الجرس لا تنسوا. إذا حابين تدعموني الباتريون رابطه في الأسفل.